نزلت نور ستارز اليوم فيديو كليب أغنيتها الجديدة بعنوان بلوك اللي انتظرها الناس وبفارغ الصبر، وخاصة لا يعرفوا مين تقصد نور ستارز بالأغنية. مش عايزة أسمع كلامك، مش هيرجعني. فعند افتتاح الأغنية والفيديو كليب شاهدنا مقطع تمثيلي بسيط واللي كانت فيه نور ضيفة ببرنامج، وسألها المذيع هل رح ترجعين لحبيبك السابق لتبلش نور بالغناء. فهون عرفنا أن نور تقصد الإكس بأغنيتها، فالأغنية تخللها طابع عربي وغربي وطرب وراب وأنواع مختلفة من الموسيقى، وصوت نور كان مختلف جدا، ولاحظ الناس التطور الجيد بالنسبة لأغاني نور السابقة. أما الفيديو كليب فكان كتير احترافي من ناحية الفكرة والتصوير والدقة والإخراج. لو فاكر إني في يوم رجع لك يا خيط الله ولا فالك. أما بخصوص كلمات الأغنية فلاحظ الجمهور أنها كانت مسربة من قبل من طرف نور ستارز، من بينها لما نشرت هالصورة وكتبت لو فاكر أني في يوم رجع لك يا خفال الله ولا فالك، وسربت نور ستارز كمان اسم الأغنية قبل نزولها بهذا البوست وكتبت اسم الأغنية بلوك، أغلبكم حذر صح. وآخر ما لفت الجمهور بالفيديو كليب هو رقص نور ستارز على أنغام الأغنية. فبعد ما نزلت الأغنية طلبت نور المساعدة والدعم من طرف اليوتيوبرز وصناع المحتوى والفاشينيستات بهالستوريز. ورفقاتي اليوتيوبرز، الانستغرامرز، الفاشينيستات، أصدقائي، زملائي، كلكن هلأ هالوقت بتبينوا فيه إذا أنتم محبين وبتفرحوا للخير ولا لا. بس عارف أنكم محبين، روحوا اسمعوا الغنية وعملوا كمان ستوريز، يعني سبورت، دعموا. المهم جايز حط لكم رابط، كلكم اسحبوا الشاشة وروحوا اسمعوها وشوفوا الميوزك فيديو، شوفوا قد تعبنا فيه، وناطره ستوريهاتكم. مش هعمل ريبوست عندي، صح هعمل ريبوست للكل. انا كتير مبسوطة ان عجبتكم الغنية، بطلت اعرف احكي قد ما انا متحمسة لانه عم بقرأ كل تعليقاتكم. سو اسحبوا الشاشة. ما رأيكم بالاغنية وصوت نور ستارز والفيديو كليب؟ وكم تقيموها من 5 نجوم؟ نجمة أو 2 أو 3 أو 4 أو 5؟ اكتبونا رأيكم بخانة التعليقات. وهون نكون وصلنا لنهاية الحلقة، لا تنسوا تضغطوا على زر اللايك وتشتركوا بالقناة لتوصلكم جميع أخبار اليوتيوبرز أول بأول.